حملة جديدة لمواجهة واحدة من الظواهر اللي لسه بنعاني منها وهي الزواج المبكر، وعلشان كده أطلقت وزارة التضامن حملة ومسابقة بجوائز يومية. هتكلمنا عنها دكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. أهلا بيكي دكتورة. في البداية كده خلينا نتكلم عن حملة جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها. اسم الحملة جاذب جدا. لا، هو مش اسم بس، هو فعلا اتجوزها قبل 18 بيضيع حقها. ازاي بقى؟ بتكلمي مين وبتقولي ايه؟ يعني اولا بيضيع حقها انها تبقى معاها وثيقه جواز. يعني طبعا ملهاش اي حقوق لو حصل انهم انفصلوا، او هو لا قدر الله توفى، او الاطفال اللي اتولدوا انها تايدهم، فكده انا بضيع حقها في حق اجتماعي وحق اولادها، حقها في انها حرمتها من التعليم. فده برضو من الحقوق اللي المفروض كل ام وكل اب يبقى عارف بناتنا دول لازم يتعلموا، لان التعليم ده حاجه مهمه، سلاح بايديها، يعني ده مهم جدا. حرمتها من انها تعيش طفولتها، حقها انها تعيش السن بتاعها. طبعا. يعني حملتها مسؤوليه قبل ما تبتدي تعرف يعني ايه جواز، ولا يعني ايه مسؤوليه، فده طبعا برضو حاجه صعبه جدا. حرمتها حقها في صحتها، لان هي طبعا لسه في طور التكوين، يعني لسه جسمها ما اكتملش، فبالتالي لو حصل حمل قبل 18 سنه فده بيبقى خطر على صحتها، بياخد من جسمها الاساسي، لان هو الطفل ده عباره عن دم ولحم وعظم وعضو من الام اللي هي اصلا ما عندهاش. حرمتها ان ممكن كمان يحصل وفاه، لان احنا عندنا 2/3 وفيات الامهات من بسبب الحمل والولاده بيبقى في سن اقل من 18 سنه، فده برضو يعني حقها في الحياه. فده كل حقوق انا بضيعها على البنت بمجرد ان انا بجوزها قبل ما تكمل 18 سنه، اللي هو بنقول عليه سن الاطفال. هي لسه طفله، فبالتالي لا تعي يعني ايه جواز، وحرمتها من كل الحقوق اللي هي المفروض تتمتع بيها. طيب دكتوره، احنا كنا متخيلين ان دي ظاهره وخلصت، لكن اكتشفنا انها موجوده وما زالت يعني منتشره في بعض الاماكن. عندنا رصد كده لعدد الزيجات اللي بتتم قبل السن القانوني؟ يعني هو بصي، احنا قلنا يعني اخر مسح كان حوالي 14% من اللي هو من سن 15 ل 19 سنه. بس هو برضو كتير، يعني حتى لو قلنا ان لا طبعا ده رقم كبير. طبعا بالظبط. لكن احنا الغريب بقى ان احنا كنا فاكرين ان هو في الصعيد والعشوائيات، لان كنت لسه هقول في مناطق معينه بترتكز بالزبط. فيها ده احنا عندنا يعني البحيره الدقهليه الشرقيه، ده وجه بحري يعني اللي المفروض يعني انه عنده من الفتره اللي فاتت، من يمكن دلوقتي الخدمات موزعه في مختلف انحاء الجمهوريه، وده المختلف في الجمهوريه الجديده، لكن احنا بنتكلم ان في الفتره السابقه كان عندنا وجه بحري يعني اكثر حظا من الصعيد. بالظبط، لان دي حقيقه، حاجه استغربنا لها جدا، يعني ان يبقى الدقهليه والبحيره والشرقيه اللي المفروض نسبه التعليم فيها عاليه وعندهم جامعه وحاجات كتير جدا يعني، ومختلفين شويه عن طبع على العادات والتقاليد، ممكن نقول في الصعيد لكن لما نلاقيها بدات تغزو، او في المحافظات الحدوديه كمان. طبعا المحافظات الحدوديه دي نقول عشان عادات وتقاليد وحاجات كده وليهم الاعراف بتاعتهم، لكن البحر دي ايه حجتهم يعني انهم يجوزوا بناتهم وهم مفروض انهم بيضيعوا حقها؟ طب ليه؟ يعني هم دلوقتي عندهم تعليم وعندهم خدمات وعندهم رعايه صحيه، ايه اللي يخليهم يجبروا فتاه على انها تتزوج قبل سن 18 سنه وتبقى بلا حقوق يعني وتبقى بلا زيجه موثقه؟ يعني احنا لو قلنا مثلا عشان الفقر، بس هتلاقي برضو الاغنياء بيجوزوا عشان الميراث، لو هو هيتجوز بنت عمه، لو هيتجوز حد من العيله، فده برضو حفاظا على الموروثات بتاعتهم. لكن هو اكتر ان هو بيجوزها عشان يخلص من حملها ومصاريفها وحاجات كده، بس طبعا ما بيحصلش كده ابدا، يعني ده بالعكس ده بيزود همومه ومشاكله اكتر. يعني
طيب وزارة التضامن عملت مسابقة فيها شروط وفي إطار كده، عايزة حضرتك تكلميني أكتر عن المسابقة، لها أسئلة مثلا، لها طريقة للتقدم. هو المسابقة اسمها كل يوم معلومة، ودي بتبقى على موقع الوزارة، الصفحة بتاعت الوزارة بتاعت التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك. بنحط طول اليوم معلومات، وبعدين على الساعة 8 بينزل السؤال برضو على نفس الصفحة، ومفروض اللي عايز يشارك معانا بيدخل على رقم 1442، دي منصة التواصل التفاعلي بتاعت الوزارة، هيبعت رسالة عادية خالص، رسالة SMS بيكتب فيها كلمة شارك، شارك على 1442، دي مجانا ما فيهاش أي فلوس. وبعدين بيبتدي يتلقى السؤال، لما بيجاوب على السؤال لو الجواب صحيح هيكمل معاه ان هو يقول له مبروك الاجابه صحيحه، انتظر معانا عشان تخش في انك تبقى فايز يعني. لو فبيكمل بقى اسمه رباعي والرقم القومي والحاجات التفاصيل دي اللي كلها. ممكن يوصل من خلالها للجائزه. طيب قبل ما افندم اسال على الجوائز يا دكتوره، انا عايزه اسال على حاجه. يعني اتفضل. احنا قلنا انها اماكن قد يكون واصل لها التعليم كويس، وقد يكون واصل لها الخدمات كويس، وبالرغم من كده ما اهتموش انهم يزودوا وعي بناتهم. هيبقوا مهتمين انهم يتواصلوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما كانش عندنا طريقه بديله ان احنا نستخدم الرائدات الريفيات اللي والله انا متعودين عايزه اقول يدخلوا البيوت؟ لحضرتك ان الحمله احنا طارقين كل الطرق، يعني من ضمنها الاعلام اللي حضراتكم بتساعدونا فيه، سواء اعلام مقروء او مرئي او مسموع، ده طبعا يعني اساسي في الحمله بتاعتنا. عندنا لقاءات جماهيريه بنعملها في كل يعني المحافظات انتم ماشيين في كل الطرق في نفس الوقت. طب طبعا، سريعا وزيارات دكتورة، منزليه. لو نتكلم عن جوائز المسابقة خلينا نحفز الناس اكتر. الجائزه 1000 جنيه. كويس قوي، كويس قوي. بصفة يومية. بصفة يومية. طيب احنا كل الشكر ليكي دكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، كل الشكر لحضرتك.